هل تؤثر نتيجة مباراة الوداد وبيترو أتلتيكو على فرص تأهل الوداد للدور التالي، خاصة أن فريق الجبيبة يواجه فيتا كلوب في المجموعة ذاتها والفرق بين فرق المجموعة متقارب جدا؟ نعم صحيح، النتيجة ممكن تؤثر على ترشح الوداد، لكن لا ننسى وأن الوداد الموسم الفارط يعني تفوق على نفس المنافس بثلاثية 3-1 قبل أن تكون هناك مباراة الإياب، وبالتالي فريق الوداد يعرف وتعود خاصة في السنوات الأخيرة كذلك على فهم هذه المنتخبات والفرق عفوا، وممكن جدا الوداد سيأخذ بزنان الأمور عكس ما يحسبه بيترو، لأنه فريق الوداد متحسب، يعني يعرف كل كبيرة وصغيرة عن هذا الفريق، فاز عنه الموسم الفارط ب3-1، ويعرف أنه طريق الترشح ينطلق من هذه المباراة. في صورة الهزيمة ستعاد يعني الأمور في هذه المجموعة التي ستصبح صعبة وصعبة جدا على كامل كل الفرق، وبالتالي الوداد سننتظر وداد قوي في هذه المباراة وشرس حتى لا يتفاجأ بهزيمة قد تربك حسابات هذه المجموعة. عموما الوداد الأقرب للترشح. أشكرك هيكل المزوغي الناقد الرياضي، كنت معنا عبر سكايب.